ورجعنا لكم ومعانا سر الخلطه. يلا سر الخلطه ايه؟ يلا بينا يلا بينا. انا عجباني المرياله. اي رايك فيها؟ انت عاده بتلبسي مرياله في البيت وبتيجي تطبخي؟ طبعا لبس خروج وهشتغل في المطبخ. لو لبس بقى لبس بيتي عادي ممكن مرياله، لكن لو في شغل كتير فيه لخبطه كده لازم ابقى لابسه مرياله عشان ما اوسخش هدومي. وعلى فكره انا عندي كمان مرياله ووتر بروف بقى الثانيه اللي عندي في البيت. لذيذه دي. ووتر بروف دي هايله على طول. هايله اي حاجه بتمسحها. انا ابني عنده مرايل في البيت قد كده. ابنك؟ ما هو اكتر واحد بيخش المطبخ. والله العظيم. وكلها عليها مره اسمه، مره صورته، مره هو لابس بتاع بتاع الطبخ. يعني عامل بقى مدلع نفسه على الاخر، واقول معلق عليها اسمي. يعني الشيف بقى. والقطاعه عليها اسمه. طيب هنعمل لكم ايه؟ هنعمل لكم ايه النهارده؟ هنعمل لكم فراخ بالزيتون والليمون المخلل. حلو ده. فراخ بالكركم. مغربي ده ولا ايه؟ بالكركم. هي مغربي. بس انا متعلماها بالكركم، بس انا بقى ليها اضافات تانية. يلا. يعني غير المغرب بعملها بطريقتي انا المصريه، بحطها مصريه شويه. هي مستوحاه من الطبخه المغربيه. لا بس هي تقريبا هي مزوده مثلا كزبره ناشفه. مزوده توم. انا دي بحب اعملها كده. أوكي. وطلعت جامده. طلعت حلو. الحمد لله. طيب نبتدي نقول، هنحط الاول الزبده. بصي لو انت عايزه ما تبقاش يعني دسمه وكبار اللي هياكلوها مش صغيرين يبقى ما نحطش زبده، لكن لو احنا في اطفال هياكلوا كده وعايزين نغذيهم نحط زبده. يعني الزبده دي اختياري. اوكي. اوكي. انا عن نفسي بعملها في العزايم بزبده طبعا. طبعا. كويس. كنت مشغوله عننا في ايه بقى نيهان؟ في ايه يا حبيبتي بس؟ يا نيهان. نعم. كنت مشغوله بايه؟ نعم. شايف زيت اهو. كنت بتكلمي مين يا نيهان كل ده في نيهان؟ ده نيهان. نيهان. نيهان كانت بتكلم صاحبتها. انا كنت بكلم صاحبتها. بتاخد منها استشاره عاطفيه. عاطفيه؟ انا اللي كنت باخد من صاحبتي استشاره عاطفيه. كويس. انت عايزه توقع يعني باي شكل الكركم لسه مش مهم. بصل. يلا المهم بدات سامحتك. بصوا يا جماعه اهو ابتدينا. زبده زيت هنحط. بس انا بحب مفيش مستك. طبعا مش مشكله هنحط اهو بصل. طبعا انا عايزه بصلتين. هنحط بصلتين على الفرخه. ماشي. كنت عايزه تحطي مستكه؟ بتحبي تحطي مستكه؟ بحب احط مستكه. مش ده التوم صح؟ ايوه توم صح. معلش نظر بس. ادي التوم. حطينا توم. حلو قوي. بصينا كله اهو. طبعا احنا لازم معلقه خشب. انا اعتقد انها ما اشتغلتش. ايه دي النار؟ النار انا والله عاملاها على 9. مش عارفه مش عايزه تشتغل ليه ولا هي اشتغلت كده. لا اشتغل. حاسب ايدك. ماشي. انا نفسي بس نشغل الحته البعيده الاوسع. ابتدينا. حطينا دلوقتي ايه؟ حطينا زبده، حطينا زيت، حطينا بصل بصلتين مبشورين، حطينا شويه توم حلوين كده. خلاص ده انا مش هسيبهم يتشوحوا، انا بحط كله على بعضه يتحمر. نايف. كله على بعضه. هحط الكركم. ثواني بقى. معلقه كركم حلوه كده اهو. عشان دي اساسي اهو. خلاص ادي الكركم. يا جماعه له طعم في الاكل. انا بحس ان لا طبعا بيدي لون. ادي كزبره ناشفه اهو. هحط معلقه كزبره ناشفه. ولا ريحه. طيب ادي كزبره ناشفه. والله بس دي واحده من مميزاته. لا انا الكركم بحبه قوي. بس هحط بقى اللورو والحبهان ده هحطه بعدين. بحط الفراخ بقى. انا بس عايزه امسك بحاجه هشوف انا دلوقتي في عندك مناديل. اكيد هلاقي حاجه امسك بيها كده اهو. لا حطيت الخلطه على بعضها. انا اجلت الملح شويه. هنبتدي بقى نمسك الفراخ اهو. بتقطعها كده اهو. وبفتحها. انا مقطعاها كتير على فكره. الصدر على 2. الورك على 2. حلو. يعني ممكن فرخه عندنا الجناحه لوحدها. تمام. نحط حط الجناحه لوحدها كمان. يبقى كده 10. ماشي. حلو قوي ده. وما بتتبلش اي حاجه. كلها محطوطه بنيه زي ما هي كده. مغسوله كويس جدا طبعا اهو. حطينا الفراخ اهو كده. هنبتدي بقى نحط اللورو ونعلي النار على الاخر دلوقتي. اقصى حاجه 9 صح؟ الحته ابتدت تبان شويه. ده لسه كمان. طب قولي اللي جاي. دلوقتي هي بتستوي في ايه بقى؟ بتستوي يعني كده. يعني دلوقتي تحمريها. بتشوحيها وبعدين بوطي النار عليها واسيبها بقى. هي هتبك تعيش حياتها. البصل هيبك ميه وهي هتبك ميه ولما هتغطيها البخار هيساويها. اصل الفراخ ما بتاخدش مجهود في خالص. وبعدين بعد ما بتبتدي تستوي بقى اروح انا حاطه عليها الليمون الاول، الزيتون الاول، زيتون المخلل بروح حاطاه، زيتون الاخضر المخلل اهو. حلو. وبعدين معانا ليمون عصفر هقطع فيه دلوقتي عبر ما دي تسخن شويه. انا مش عارفه برضو حاسه النار هاديه شويه. هتقوم دلوقتي يا نونو. هتقوم. والله. اصبري عليها بس. هي ابتدت تعمل صوت اهي. ماشي. احنا دلوقتي اللي عايزه اقوله نرجع تاني نقول العباره. الفراخ دي فراخ بالكركم والزيتون والليمون المخلل.
طبعا لو ليمون معصفر يبقى حلو قوي. الله طبعا تحفه. هو الليمون ده هنا مش معصفر، بس هو لو جبناه معصفر هيبقى احلى. بصوا بقى، هنجيب نحط زبده اختياري او لا، يعني عايزين تحطوا زبده مش عايزين تحطوا زبده بلاش، لكن زيت العباد الشمس مهم، فبنحط زيت عباد الشمس ومعاه حته زبده لو انا عايزه. وبعدين بحط طبعا مستكه، بحط الكركم، معلقه الكركم، معلقه الكزبره والبصل والثوم كله مع بعضه، بصل على ثوم على كركم على كزبره ناشفه، كويس، بقلبهم مش بشوحهم، بقلبهم. وبعدين اروح حاطه الفراخ تتحمر معاهم والحبهان ورق العنب، والحبهان ولونه بعد كده. اخر حاجه الليمون والزيتون، ده لسه متستوي فهماني، لسه بقى ده انا هقطع لكم الليمون كده، احنا بنرغي ليمون مخلل وزيتون مخلل، وزيتون مخلل بعد ما الفراخ تستوي. بالظبط، انا هقطع اهو الليمون، لازم يتقطع يعني بعد ما تستوي، بعد ما تتشوح وتستوي خالص 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 بجد. اخر غلوتين، عارفه كلمه اخر غلوتين؟ اخر غلوتين هتاخد برضو من الليمون المزازه والملح. بس اخر غلوتين بس، ادي اخر غلوتين، بحط الغلوه الاولانيه الزيتون، الغلوه اللي بعدها بروح حاطه الليمون ومديها غلوه مع بعض كلهم، واروح اطفي عليها. لطيفه. طب انت ليه ما بتحطيش الليمون من الاول، بتخافي مره؟ لا ما يبقاش حلو، هي ما بتعمل كده. انا ما جربتش عمري احط الليمون من الاول، لان هي ما بتعملش كده، هي لازم يبقى الليمون محطوط وكميه معقوله برضه، مش كميه كبيره قوي، يمكن عشان ما يتهريش. ما يتهريش اولا، وبعدين ما مش بس ما يتهريش، ما يتهريش وما يمرر، ما يمررهاش. اعتقد انا بقطع الليمون كده حتت عشان تبقى موجوده في كل حته، على فكره طعمها تحفه. طب والزيتون بقى بتغري بتحطيه بحاله اللي هو المخلي؟ الزيتون مخلي زي ما هو بحاله، كويس. النقطه اللي عايزه اقولها بقى، دي ممكن نعمل معاها ايه؟ رز ابيض طبعا، ممكن بعيش طبعا برضه، تبقى حلوه قوي، تغمس كده الصوص بالعيش. انا بحب بالعيش، انا مش قوي ما شاء الله، الزميله اكيله ما شاء الله قوي، ما باين عليها، هي باين عليها الاكل قوي يعني. والله 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 اساليها إيه؟ انا اكتر واحده باكل في البرنامج ده من الاكل اللي بتطبخه وبدوقه كله وباكله. طب على فكره ايوه بتريقوا عليا قولي طبختي ايه اخر مره؟ طب من ورايا. لا لسه ما طبختش بقى كتير. طب انتوا عارفين كمان ممكن ناكل جنبيها خضار، خضار سوتيه لذيذ معمول حلو كده، يتاكل جنبيها يبقى لذيذ جدا. وحتى لو وممكن تاكلي جنبيها برضو، اقول لكم بس بدائل عشان الناس بتسالني ساعات كتير على البدائل الصحيه. قولي. من البدائل الصحيه جدا اللي ممكن تاكلوها جنب وجبه زي دي، لو عايزين تستخدموا الصوص بتاعها تحطوه كده، بيتنزل هي مرقه وصوص، اعملوا بطاطس بيوريه. بطاطس بيوريه، بس مش لازم تعملوها بالزبده والكريمه اللباني، اسلقوا البطاطس وهرسوها حطوا عليها رشه على زيت لذيذه، باللبن انا ما بالزبده والكريمه اللباني بالزبط. لبن خالي الدسم ورشه زيت لذيذه، واعملوا بطاطس بيوريه، وخدوا حته الفراخ وحطوا صوص البطاطس صوص الفراخ على البطاطس وكلوا وجبه لذيذه، فراخ وبطاطس بيوريه بالصوص دي احسن من الرز والمكرونه والعيش، وهتديكوا نفس الاحساس بالشبع والاشباع وانك سعيد ومبسوط، وهتبقى الوجبه اقل كتير في السعرات الحراريه واصح كتير، لانك هتاكل كاربس طبيعيه من عند ربنا. صحيح. حسام بيحب الاكله دي جدا، بيحبها برز بالشعريه عادي. ماشي ما هي كل واحد بقى. مزاج. لا مش هو مش تعملي جنبها شعريه محمره، تعملي بطاطس بيوريه، تعملي هو مش بودادة. مزاجي يا نهال، احنا دلوقتي بنقول انه احنا ممكن نمسك العصايه من النص، ممكن ناكل حاجه سلطه بالعدس، سلطه بالحمص، لو عايش انا لو انا عايزه اكل الاكله دي ما تخنش قوي، انا بعمل زيت بس، ما بحطش معاها زبده. على فكره مش ده اللي بيتخن، الاضافات الاخرى يعني المعلم معلوماتك، مش الزبده والزيت، هو العيش والرز والمكرونه. اما طبعا انا بعمل بقى، لا انا باخد نص رغيف عيش بلدي، اما احمشه كده وارمشه. الله يسامحك، واخده بالك؟ الله يسامحك. ارمش كده وسقسقه، ارمش كده حرمشه كمان، وبعدين ارمش كده. جميل. شايفني؟ حدش حد شايفني؟ اغمسها بالبتاع عارفه ايه هي حلاوتها بالحاجات دي طبعا. يعني حلاوتها وانت بتعمليها انك تاخدي الصوص بتاعها، وعشان كده انا بقول بصلتين، البصلتين بيعملوا صوص حلو. صح انت صح معاها، فالبصلتين دي بيعملوا جو جامد قوي في الفراخ، فدي ممكن تاكليها بكل بكذا طريقه. ادي بقى الفراخ ابتدت تتحمر، وطبعا لو غطيناها، بس انا مش عايزه اغطيها عشان تبان الصوره يعني ازاي. لكن هي لو غطيناها وبنقلبها بقى كده ايه عشان تاخد الصوص حلو،
وبنسيبها قد ايه بقى على النار يعني هادي؟ يعني ما بتاخدش وقت كبير على فكره، نص ساعه مثلا ساعه بتكون مخلصه الدنيا كلها يعني. نص ساعه يا ما تاخدش نص ساعه اصلا، على فكره اسرع حاجه ممكن تعمليها وانت مستعجله. لذيذه قوي، انا نفسي اجربها جدا. هتدوقيها تحفه، عايزه اقول لك مش عايزه امدح في اكل كتير اكتر من كده. لا بس مختلفه قوي. احنا قربنا نستوي خلاص، السوى تمام. يبقى هنحط الزيتون حلو في الغلوه بقى الاخرانيه. ادي الزيتون اهو، حطي زي ما انت عايزه. طب ممكن لو قلت ميتها مني شويه ازود شويه ميه؟ اه حبه خفيفه جدا جدا. وبعدين انا مش راضي اهدي النار بس عشان نخلص دلوقتي كده. انا بعمل ايه في العادي؟ انت خلاص غليت كده وخفخت وتمام، بكبكت كده وحلوه، تروحي موطيه النار ومغطيه. ولو عندك غطا شفاف تراقبيها وقلبي وقلبي، يعني كل ما تلاقي اللون المقى تحت اقلبي على الناحيه الثانيه، هي حلاوتها في التشويحه شويه طبعا. كويس. وبعدين تبتدي بقى، حطينا الزيتون اهو، هناخد الغلوه بقى بالزيتون. انت طبعا هتحطي الزيتون في الاول. لا ما ينفعش، عايزه تاخدي الحته دي. لا لا ما ينفعش، ما ينفعش على فكره، ما ينفعش. هي عايزه تغمس الزيتون اللي ده هيستوي مع البصل. مش هيستوي كله، انت فاكراها مش هيستوي كده، هياخد الطعم خلاص. هتشوفي دلوقتي ماما. الو، جهزي لي زيتون مخلي، هاتي لي فرخه حلوه كده. أيوة. شامورت شنطتا. أيوة. وقطعيها لي على كده 8 قطع. 8 قطع يعني بكام؟ انا هقول كده ببلاش. الربع على 2 عشان نوفر. ايوه. وبعد كده نضفيها كويس، اهم حاجه حاجه. ايوه. وممكن اسمح انك ما تخليهاش من الجلد، لان الوصفه دي هتبوظ لو تخليها. دي محتاجه جلد. لا بصي، هي انا يعني عايز تعمليها كده، عايز تعمليها كده براحتك، بس عايزه يعني حلاوتها من الليمون وزيتون اخضر. خلصتي مع ماما؟ هنحط الليمون. ايوه والله يا اخي، انا جدتنا حبيبتنا، خلصتي معاها؟ الليمون بقى المخلل اهو هنحطه. هو الزعيو بقى كده، انا حاطه ليمونه كبيره مقطعها بزمه يعني، او ليمونه ونص كمان اهو. ما باخدش ميته، انا باخد الليمون بس. ها هو لو ميته مش هيحصل حاجه بقى. لا يعني لا، عشان ما يبقى هو احنا ما حطيناش ملح، خلي بالك. فهو احط ملح حالا. لو ما انا بظبط ادوق، انا بس ممنوع ان انا اخد اكل في اي صوص دلوقتي عشان شويه حساسه كده، فانا مش هعرف ادوق، فانا هحط الملح عليا. انت معانا هذه الزواقه. بس ده بقى يتغطى. برضو اخر غلوتين كده، اخر غلوتين بقى بالغطا كده، عشان ياخد بقى ياخد له بقى الطعم الحلو ده. وانا بقلب اهو معاهم. عايزه تحطي اي اضافه ثانيه؟ اعزم الكرو. ماشي ماشي، اعزم الكرو. حاضر. في اي اضافات ثانيه؟ اصرف ايه؟ نهايه. ماشي، الكرو كله ليكوا عزومه عندي. حلو. انت عندك اي اضافات ثانيه عايزه تحطيها؟ لا كده انا خلاص خلصت كل الاضافات. الملح بقى احطه دلوقتي. يلا الملح اهو وكده زي الفل. كده خلصنا الايه؟ بالهنا والشفا. هتدوقيها لانها استوت. طعمها حلو قوي اكيد. عايزه تدوقي؟ نختم بقى وهي تدوق بقى براحتها. مش كتير دول يا نهى؟ كتير شويه؟ طب مش هحطهم مش كتير كله. لا مش كتير يا جماعه، احنا دوبك بدأناش خالص. الصوص بتاعها بحاجتها بس عشان في مخللات، فانا مش هحط كده. لما نعوز نحط تاني. انا بحب ما احطش ملح كتير عشان ايدي فرطه. اهو هروح اللي يغرف بقى في الملح كده بقى، هيصهم مع بعض كده، هيص مع بعض كده. يلا عشان تسلم ايدك يا نونو. بس يا جميل، ايه رايكم بقى في الاكل؟ يلا جربوها في البيت يا جماعه، ويا ريت تبعتوا لنا تقولوا لنا اخبارها. هقولها يعني تاني بسرعه قبل ما اختم. بصوا هنجيب، عشان اللي ما حضرش من الاول، بصوا بقى هنجيب فرخه نغسلها كويس جدا، نقطعها على 8، كل ربع يتقطع 2 عشان تاخد الصوص حلو. كويس. وبعديها هنعمل بصل وثوم، ونجيب زبده وزيت. هنحط الاول الثوم والبصل مع الزيت والزبده، معاهم الكركم، معلقه كركم حلوه مليانه، لان هو اساسي الكركم الاكله دي. طبعا. كويس. الكركم وكزبره ناشفه. أوكي. هنحط الكزبره الناشفه مع الكركم ونحطهم كلهم مع بعض، نقلب. مش هنحمر ولا نشوح، هقلب البصل مع الخلطه دي في الطاسه نفسها، او في الصينيه اللي انا بعملها دايما في صينيه مدوره كده عشان تبقى حلوه. كويس. وبعدين بحط الفراخ عليها، بقلب الفراخ. كويس. بقلب الفراخ معاها وادمجها معاها كويس جدا، واروح حاطه لورو وحبهان ومستكه. ماشي خلاص. سيب الفراخ تستوي بقى، تغلي حلو. اول ما تغلي تغلي تغلي، هروح موطيه النار ومغطياها. بعد ما اغطي واوطي، اول ما الاقي ابتدت تستوي الفراخ خلاص، ابتدي احط الليمون، الزيتون المخلل، زيتون اخضر حلو كده يكون طعمه حلو، يعني وانت بتاخديها طعمها حلو، عشان هي دي اللي هتظبط معاكي. طبعا. فتحطي كبشه حلوه، كبشه كده زيتون، ترميها في الطاسه دي او الحله يعني،
في الصينيه، وبعدين تروحي بعد غلوه ثانيه تديها غلوه، وبعدين تروحي حاطه الليمون المخلل بس، وحطي الملح في الاخر عشان بعد ما تظبطي كل ده تشوفي ملحها ايه بلسانك كده، حطي ملح اللي انت عايزاه. بس هي دي، والزبده اختياري، تحطي زبده او ما تحطيش ده اختياري، لكن عايزه تحطي زيت بس عباد شمس تمام، يبقى كده تمام قوي كده، هي استوت خلاص. تسلم ايديك يا نون. تسلم ايديك يا نون. عايزين اي حاجه؟ تسلم يا حبيبي. خضار من السوق، انزل اجيب لكم اي حاجه يا جماعه، انا مش هطمن قلبنا خلاص جاهزه يعني، كله تمام. هتوحشوني يا بنات. وانتي كمان هتوحشوني ان شاء الله، وانتوا كمان هتوحشوني ان شاء الله. نتقابل يوم الاربعاء الجاي باذن الله في حلقه ان شاء الله.